دي بس انا عايزه اروح لدوله عربيه اخرى، هذه الدوله في مرمى النيران يعني للاسف، لان هناك اذرع من اذرع ايران موجوده فيها وبقوه، اقصد لبنان. معانا السيده ليلى خليل وهي صحفيه من لبنان. سيده ليلى صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي. اهلا فيكي، اهلا فيكي. قولي لي بعد اذنك، يعني احنا عارفين لبنان وما يتعرض له لبنان نتيجه لوجود حزب الله، وحزب الله احد اذرع ايران القويه في الشرق الاوسط. بس اكدي لي المعلومه دي، لانه امبارح عندما اطلقت الصواريخ من ايران الى اسرائيل، كانت اسرائيل في نفس الوقت قبل ان تصل الصواريخ تضرب في لبنان. هل هذا ما حدث بالفعل؟ نعم نعم، قبل أن تصل هذه الصواريخ ببضعة ساعات كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي طالت القطاع الشرقي، سلسلة استطعنا أن نعد، أنا متواجدة هنا في على الحدود اللبنانية الجنوبية، استطعنا أن نعد أكثر من 12 غارة إسرائيلية على بلدات في القطاع الشرقي، ولكن مع اقتراب هذه الصواريخ والمسيرات الإيرانية كان هناك إطلاق للصواريخ، عشرات صواريخ كتشن التي أطلقها حزب الله باتجاه القواعد الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل. بالطبع بالأمس كان يوما نستطيع أن نقول أنه اعتيادي لولا العنف أو لحدة العنف والغارات الإسرائيلية والصواريخ التي أطلقت بكثافة من حزب الله، وبالطبع الغارات الإسرائيلية العنيفة على البلدات. بالأمس كان يوم أكثر من اعتيادي، يعني في الأسابيع الماضية بالطبع شهدنا غارات إسرائيلية، عمليات قام بها حزب الله في بعض الأسابيع، كانت هذه العمليات بأقصاها وصلت إلى 20 عملية، في بعض الأيام كانت هذه العمليات لا تتعدى العمليتان الثلاثة عمليات، ولكن بالأمس قبل منتصف الليل وصلت عمليات حزب الله إلى 9 عمليات، وبعد منتصف الليل وعندما اقتربت، عندما قيل بأن هذه المسيرات والصواريخ اقتربت من الأجواء الإسرائيلية، بدأ حزب الله بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه ما يعرف بسكنة سالع. هذه السكنة هي موجودة في الجولان السوري المحتل، ولكن وايضا كان لافتا انه خلال ساعه استطعنا ان نرصد اكثر من 3 طليات للصواريخ، اطلقت صواريخ الكاتيوشا ايضا على الجولان السوري المحتل، ولكن هذا لا يعني أن اسرائيل عادت جلست وتفرجت على ما يجري على الحدود اللبنانيه. اسرائيل قامت بغارات عنيفه جدا، قصف مدفعي عنيف، غارات على بلدات كالخيام، كفركلا، العديسي، ايضا غارات لافته على جبل صافي، ما يعرف بجبل صافي وهو شمال خط الليطاني. معروف انه العمليات او هذا التوتر الحاصل من 8 اكتوبر هو حاصل جنوب خط الليطاني، وكان هناك غارات يعني تخطت اسرائيل جنوب خط الليطاني وذهبت الى غارات عده كمنطقه الغزيه وبيروت والبقاع وغيرها، ولكن بالمجمل معظم هذه العمليات هي جنوب خط الليطاني. جبل صافي هو شمال خط الليطاني، ويقال بحسب الإسرائيليين بأنه هناك مهبط أو مطار لإطلاق الطائرات المسيرة من قبل حزب الله، وهي طيب. بالطبع ليست المرة الأولى التي يتم استهدافها. الليلة كانت مشتعلة ولكنها نعم. لكن تخرج عن المعتاد. سيدة ليلى، يعني هل من المتوقع أنه حيكون في هجوم وهجوم مضاد، سواء بكلم بقى من حزب الله وإسرائيل، يعني تصاعد للهجوم في الفترة القادمة؟ هذا مستبعد. مستبعد. لو حزب الله أراد فتح هذه الجبهة أو توسعة هذه الجبهة لكن قام بذلك منذ اليوم الأول، عندما قام ببدء بفتح أو بإطلاق الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية في القطاع الشرقي، لكانت الفرصة سانحة في ذلك الوقت في 8 أكتوبر. اليوم الجميع يجمع بأن حزب الله لا مصلحة لديه بفتح هذه الجبهة لاعتبارات عدة، اعتبارات إقليمية واعتبارات داخلية وأبرزها نعم. الوضع الداخلي المأزوم للبنانيين، ولكن إسرائيل هل تريد فتح هذه الجبهة؟ أيضا هذا مستبعد. إسرائيل تقوم بتصفية الأهداف التابعة لحزب الله من دون أن يكون هناك توغل إسرائيلي، صحيح. من دون أن يكون هناك خسائر بشرية لإسرائيل، ولكن
هل هذا أيضا ينفي أو يحسم بشكل حاسم أن إسرائيل قد لا تقوم بخطوة أكبر وأوسع في المستقبل؟ هذا أمر لا نستطيع أن نحكمه، وهذا يعود للحسابات الإسرائيلية ولما يقوم به نتنياهو. نعم. نعم. يقوم بهذه الخطوة في وقت لاحق، ولكن نحن لا نستطيع أن نجزم ذلك. السيدة ليلى خليل والصحفية من لبنان، أنا بشكرك شكرا جزيلا. يمكن جبهة حزب الله يعني مفهوم أنها هتبقى هادية بعض الشيء. أنا مرهونة بقواعد اشتباك متفق عليها. حزب الله وإسرائيل كل منهم يعلم قواعد الاشتباك. حزب الله غير قادر على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة ويحصل في لبنان كما حدث في 2006 أو كما حدث في غزة مؤخرا. الدولة لا تتحمل هذا سواء اقتصاديا، هناك فراغ في الرئاسة، فراغ في البنك المركزي، هناك مشاكل كبيرة جدا في صحيح.